صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بالفقرة الرياضية. معكم كوتش قيس الشايب. اليوم راح يكون تمريننا بالانس مع كوتش صهيب الخواجة. طبعا تمرين البالانس اللي هو تمرين التوازن، تمرين كثير مهم. طبعا أكيد بهم أكثر إشي اللي هم الكبار في السن. كل ما كان عندنا بالانس أكثر، كل ما كانت نسبة الإصابات عندنا أقل، وأكيد كل ما كان عندنا توازن أكثر في الجسم، كل ما خفت فرصة إنه يحدث إصابات بالجزء السفلي من الجسم. أوكي، راح نبلش أول تمرين. أكيد لازم نكون عاملين وارم اب وستريتشنج، وإحنا عاملين أكيد. أوكي، بدنا نحط إيدينا على الويست كوتش، وبدنا نرفع هون. بدها تكون رجلي طبعا زاوية 90 زي ما إحنا شايفين، وبده يكون عندنا بالانس. طبعا الناس اللي ما عندهم توازن منيح راح تلاقيه بروح يمين وشمال، فعشان يحاول إنه يتوازن بخلي عينه على نقطة معينة، فهاي بتساعده. راح نلعب بس لمدة 10 ثواني. أوكي، بعدين سويتش كوتش. طبعا راح احنا نزيد التمارين ستيب باي ستيب. اوكي، 1 2 3 4 5 6 7، وهيك طبعا بتساعدنا لحتى يصير عندنا بالانس اكثر. اكيد 8 9 10. اوكي، طبعا انا هاي التمارين بنصح الكبار بالسن انهم يمارسوها، ما بتاخذ منهم غير 5 دقائق بس. اوكي، ثاني اكسرسايز كوتش راح نصعب شوي. برضو ايدينا على الويست، راح نعمل فرونت هون كيك، بعدين سايد، بعدين باك. اوكي، اجين 1 2. اوكي، 3 سايد اند كيك باك، 4 سايد اند كيك باك، 5 سايد كيك باك. اوكي، راح نعمل سويتش. هسه راح نعمل الجهه الشمال، 1 2 3. اوكي، 1 2. طبعا اذا راح البالانس تبعك عادي بامكانك تعيد الاكسرسايز عبين ما يجي معك ستيب باي ستيب. 2 3 2 مور كوتش 4 4 لاست 1 5. اوكي، ثالث تمرين راح يكون معنا، راح نرفع الليجز شوي كوتش، وراح نلمس الارض زي ما احنا شايفين. طبعا احنا بنرفع رجلنا بشكل بسيط بس، اند تشست اب 2 chest up 3 chest up 4 chest up and last 1 5. اوكي، بعدين بنعمل سويتش كوتش، ناخذ نفس. طبعا اي حركه بنعملها لازم ناخذ نفس، بريث ان بريث اوت، بيساعدنا باي حركه. كوتش اذر سايد، 1 up 2 up. اوكي، 3 اوكي، 4 and last 1 5. اوكي، هسا رح نلعب تمرين ادفانس، رح نصعبه شوي. ناخذ نفس، اوكي نتنفس. اوكي، رح يكون التمرين عباره عن كيك باك لورا، وبعدين بنرفع رجلنا زاويتين. كوتش جو، 1 and 1. اوكي، 3 4 and last 1. جود جو. هيك خلصنا تمارين كثير لطيفة وخفيفة، وبإمكانك تمارسها بأي مكان. يعطيكم العافية.